بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة هذا الكتاب، كتاب أحاديث الفتن والحوادث، الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن ناقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: وله أي لمسلم في صحيحه، له أي للإمام مسلم في جامعه الصحيح، من حديث معقل بن يسار، وقد روي الحديث أيضا من حديث أبي هريرة في متابعاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أصل الهرج كثرة الكلام الذي معه ارتفاع الأصوات بغير طائل، والمراد بها المسابة والمشاتمة والمعايرة التي تفضي إلى المقاتلة، ولهذا عبر بالهرج بأوله عن آخره، فأوله الكلام لكن آخره القتل، فإن الثائر إذا ثارت بين الناس سببها التعيير أو السب أو الذم أو القدح، ثم يتواثبون، وهذا التواثب هو التهارج. ولهذا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان الغيرة تنزع من الصدور ومن النفوس حتى يتهارجون تهارج الحمر، أي يزني بعضهم ببعض، وينزو الرجال على النساء كما تنزو الحمير بعضها على بعض من غير نكير. ويعبر بالهرج عن القتل، وهذا إشارة إلى دواعيه، فإن أعظم دواعي القتل هو الكلام باللسان، فيتكلم المتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال حتى تفضي والعياذ بالله إلى المقاتلة والمهارجة، وهذه من بلايا الزمان ببلايا الهرج. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، أي بنصف كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وهذا فيه أن القتل لا يأتي دفعة واحدة ولا بمرة واحدة، وإنما له مهيجات وله محفزات وله مثيرات، أعظمها بالكلام، ثم هذا الكلام يتعاظم ويتفرع إلى أن يصبح مشاتمة ومغالبة ومضاربة، فيتهارجون تهارج الحمر بالمقاتلة. والقتل يسمى بالهرج، ولهذا خاف علينا صلى الله عليه وسلم فتن من قبلنا، وهي الهرج التي هي القتل. العبادة في الهرج أي في وقت الفتن، سواء في أولها أو في آخرها، ما فضلها؟ كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيها الإخوة فضل العبادة في الهرج، لأن وقت الهرج وقت غفلة، يغفل الناس عن العبادة وعن فرائض الله في المسارعة إليها وعن النواهي في المحاذرة منها، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا العبادة وقت الهرج،
عظمها بأن جعلها كهجرة إليه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على فضل الهجرة إلى رسول الله، كأنه حي وهاجرت إليه لما أنك رجعت إلى العبادة وانكفيت بالعبادة وقت التهارج ووقت الفتن. وفيه أيضا أن من أسباب العصمة من الفتن العبادة، لأن في العبادة إشغال للإنسان بنفسه وإشغاله بعيوبه، فينظر إلى عيوبه فيسددها ويكملها. أما إذا انشغل بعيوب الناس زكى نفسه وهو لم يشعر، ومدح نفسه وهو لا يشعر، لأنه انشغل بعيوب الناس فزكى بالضرورة نفسه. ففضل عليه الصلاة والسلام في وقت الفرج وقت الفتن الانشغال بالعبادة. ما هي العبادات التي ينشغل بها؟ أعظم ما ينشغل به من العبادات فرائض الله. حط المسواك في مخباتك. أعظم ما ينشغل به العبد في من العبادات فرائض الله، ثم يتبعها بالنوافل. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. دل على أن أعظم ما ينشغل به العبد من العبادة فرائض الله. ما أعظم فرائض الله؟ ها؟ أعظم فرائض الله ماذا؟ ثمة فريضة أعظم من الصلاة. أعظم فرائض الله معنى لا إله إلا الله، بتحقيق العبادة لله وحده دون ما شريك. ولهذا أعظم ما أمر الله به توحيده، وأعظم ما نهى الله عنه ضد الشرك وهو ضد التوحيد وهو الشرك به. من فرائض الله الصلاة، من فرائض الله الصيام والزكاة والحج، بر الوالدين، من فرائض الله أداء الحقوق الواجب على الإنسان مالية أو معنوية، من فرائض الله ترك محرمات الله، يليها اتباع هذه الفرائض بالنوافل. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه فلا تكون إلا في محبوباته سبحانه. من فوائد الحديث أنه في وقت الهرج والفتنة إذا انشغل الإنسان بالعبادة كف شره عن الناس، بينما المفرط بالفرائض المشرئب للفتن يسلط شره على عباد الله. وإذا سلط شره على عباد الله دخل في الفتنة، إما مشاركا أو مباشرا أو مهيئا أو معينا، وكل هذه من أسباب الهلكة. وفي فوائد الحديث أيضا أن العبادة وقت الغفلات أفضل من العبادة في غير وقت الغفلات. دليلها هذا الحديث، لأن زمن الفتنة زمن غفلة، فالعبادة فيه أفضل من العبادة في زمن غير الغفلة. انظر إلى قيام الليل، عبادة عظيمة. ما أفضل وقت لقيام الليل؟ ها؟ ها؟ هل أفضله الثلث الأخير أو نصف الليل؟ ها؟ أفضل وقت لقيام الليل وقت الغفلات، ولما كان آخر الليل غفلة ينام النائمون، كان هذا الذي يتجافى عن فراشه فيقوم يحصل هذا الثواب العظيم. وأفضل منه أن يجمع جوف الليل مع ثلث الليل الأخير.
ولهذا في جوف الليل الصلاة والدعاء أفضل حتى من السحر الأخير. ودليله حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام وأفضل القيام، فقال أفضل الصيام صيام من؟ نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يومين، صح؟ ويفطر يوما واحدا. وأفضل القيام قيام نبي الله داود، كان ينام كم؟ شطر الليل، ويقوم ثلثه وينام سدسه، شطر الليل النصف الأول ويقوم ثلثه، هذا في جوف الليل في وسط الليل وقت الناس الغفلة توهم نائمين، فيحصل الثلث الثاني ويحصل أول الثلث إيش؟ الثالث، وينام سدسه أي نصف الثلث الأخير، فيكون قيامه قد أدرك جوف الليل وأدرك آخره وقت التنزل الإلهي. سبب ذلك كما نص عليه الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله أنه عبد الله في وقت غفلة، والغفلة العامة زمن الفتن، ولهذا كان فضلها أنها كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأفاد الحديث فضل الهجرة إلى رسول الله وأنها أكمل أنواع الهجرة. الهجرة أنواع، أصلها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا أصل الهجرة، وهي واجبة على من لم يستطع إظهار دينه في بلده فيجب عليه أن يهاجر. أما إذا كان يستطيع أن يظهر دينه في بلده فهجرته مستحبة. مثاله: آمن أوروبي أو أمريكي أو صيني، آمن وأسلم ويستطيع أن يظهر دينه في بلده، فما حكم الهجرة في حقه؟ واجبة أو سنة؟ الهجرة في حقه سنة مستحبة ليست واجبة. أما إذا لم يستطع إظهار دينه في بلده تعينت عليه الهجرة. النوع الثاني الهجرة الكاملة، وهي الهجرة من الذنوب، ودع الذنوب وتركها. ولهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر إيش؟ من هجر ما نهى الله عنه. هذه كمال الهجرة، الهجرة من الذنوب. الهجرة بالانتقال من بلد الكفر لبلد الإسلام أكملها أن يهاجر إلى الله ورسوله، ولهذا شرفت الهجرة، قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في المدينة. وهذا فيه تفخيم العبادة بماذا؟ بنوعها وبسببها. العبادة تفخم، تفخم بنوعها، فنوع التوحيد أفضل أنواع العبادات، ونوع الفرائض أفضل أنواع العبادات، فالصلاة الفريضة أفضل من الصلاة النافلة، وجنس الصلاة أفضل من جنس الزكاة والصيام والحج. وتفخم العبادة بالمكان، ولهذا العبادة في مكة أفضل من العبادة في غيرها، كما أن العبادة في الجهاد أفضل من غيرها. وتفخم العبادة بالزمان، كرمضان وكأشهر الحج وكعشر ذي الحجة. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وفي رواية: أفضل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ لأنه استقر في قلوب الصحابة فضل الجهاد وشرفه، وأنه لا يساميه عبادة لما يترتب عليه من إزهاق النفس لله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، ذكر أكمل أنواع الجهاد: من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وتفخم العبادة في حالها أي في وقت الغفلات، كما في حديث الباب:
العبادة في الهرج، لأن الهرج لما كان زمن فتنة وانشغال الناس بغيرهم كان هذا الذي انكفى على العبادة وانشغل بنفسه وكف شره عن الناس، كان فضلها وأجرها والحالة هذه كهجرة إلي. ما العبادة هنا؟ كل ما يصدق عليه أنه عبادة، فهو اسم جنس تشمل الفرائض، تشمل النوافل، تشمل الذكر، كل ما يصرف الناس، يصرف الإنسان عن عيوب الناس وعن الكلام فيهم. من الفتن الغيبة والنميمة، العبادة فيها بأن ينصرف عن مجالسها ويشتغل بعبادة ربه، إن لم ينصرف ببدنه ينصرف بشعوره، فينشغل بذكر الله ويترك هؤلاء على ما هم عليه إذا لم يقبلوا نصيحته ولم يقبلوا ردعه. من العبادات أيضا انشغال الإنسان بتقصيره، فيلاحظ تقصيره في نفسه فينتقدها ويلومها، هذه عبادة، لئلا ينشغل بعيوب الناس، فلان فيه وفلان ما فيه، فلان على هذه الطريقة وفلان ما على هذه الطريقة، إلا ما كان نصحا لله ولرسوله وذما للبدع وأهلها ممن هو أهل لذلك. فهذا في معنى أن العبادة وهو التعبد لله جل وعلا في زمن الفتن والغفلات، فضله هذا الفضل العظيم كهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نكون كما أمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وغير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. لما ذكر رحمه الله الأحاديث الدالة على الفتن بعمومها وإجمالها، بدأ يفصل أشهر أنواع الفتن، فذكر لما سبق فتنة ضرب الرقاب وهي القتل، وذكر في هذه الفتنة التنافس على الدنيا، والتنافس على الدنيا يشمل التنافس على المال، على المناصب، على المناسب والمناكح، على الترف والتترف والترفيه الذي يفضي للحرام. قال: ولمسلم، أي روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله من حديث ابن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، كان بينه وبين أبيه 12 سنة، تزوج أبوه وعمره كم؟ 12 سنة، ولد له عبد الله وعمر عمرو بن العاص 13 سنة، يعني بعمر أحد بزرانكم الصغار. وعبد الله بن عمرو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، أحد العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة؟ تفضل. ذكرت 3، ها؟ لا يا أخي، العبادلة من الصحابة هم الذين اسمهم عبد الله من صغار الصحابة، فخرج عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر، وخرج بن مسعود، فليس هؤلاء من العبادلة. العبادلة من الصحابة عدوا معي، أكبرهم عبد الله بن عمرو بن العاص راوي حديثنا في الباب هنا، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكان عمره عام أحد 15 سنة، ثم عبد الله بن عباس، ثم عبد الله بن الزبير. هؤلاء العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم من عرفوا باسم عبد الله واشتهروا بالعلم والرواية.
عبد الله بن عمرو نشأة الصلاح، وكان يشق على نفسه في العبادة ومنها الصيام، فشكاه أبوه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ولا يفطر. وعبد الله من الصحابة الذين اجتمعوا عند حجرات بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادة رسول الله، سألوا أهله، نساءه، أمهات المؤمنين عن عباداته، فلما سمعوا عبادة الرسول كأنهم تقالوها أي استنقصوها، فقالوا معتذرين إن الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا غرو أنه ينقص من العبادة، أما نحن فلم يغفر ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أنام، يعني يجعل الليل كله قيام، وقال الثالث فأما أنا فلا أقرب النساء. بلغ ذلك الخبر نبينا عليه الصلاة والسلام فرق المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ذكر أقوالهم ولم يذكر القائلين. لماذا؟ لأنه في مقام نصيحة لا مقام تعيير، وليس ثمة مصلحة من ذكر أسمائهم، وإنما شأنه ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فذكر مقالاتهم. أما أنا فلا أنكح النساء، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أما أنا فأقوم ولا أنام. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وأنكح النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. شكى عمرو ابنه عبد الله رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يواصل الصوم، فاستدعى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو، فحضر عبد الله إلى رسول الله قال ما حديث بلغني عنك يا عبد الله؟ فقرره فأقر أنه يصوم، يسرد الصيام. قال صم من كل شهر 3 أيام، هنا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام له، قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، لأن الإنسان في حال إقباله وشبابه يظن أنه أن حاله تستمر حتى بعد كبره، ولا ينظر في العواقب. الكبار كبار السن ينظرون في مآلات الأمور، وهم أفطن للنظر في العواقب من الشباب في عنفوانه وشدته وحموته. قال عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أفضل من ذلك، أطيق أفضل يعني أكثر. يتصور ابن عمرو أن العبادة فضلها في كثرتها، والله يقول ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، وهذا يستنبط الآن من الحديث. قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وهذا يؤيده ما في الصحيحين أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب هذا الذي أعانه الله ووفقه إلى صيام يوم وإفطار يوم، لو وافق يوم فطره اليوم الفاضل كيوم اثنين أو خميس أو يوم عاشورة، يصومه ليفطره؟ ها، يفطره، لأنه صام اليوم الذي قبله، وهذا أكمل الصيام. يقول عبد الله بن عمرو فلما كبرت ورق عظمي تمنيت أني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا وما هي؟ قال أنا أصوم من كل شهر 3 أيام. حال الإنسان عند عنفوان غير حاله إذا استمر على الشيء،
لكنه لم يقطع عادته، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. عبد الله بن عمرو قال له النبي: صم من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10. قال: أطيق أكثر من ذلك. عندي سؤال، والذي جاوب بعطيه جائزة: ما أفضل الصيام مع ذكر الدليل؟ فهم السؤال يا أخواني نصف الإجابة. ما أفضل الصيام مع الدليل؟ أنت ما الدليل؟ الجواب خطأ. ها، يقول صيام داود، ما الدليل؟ أي الجواب مرجوح. ها، هذا جواب بالإشارة. ها، أي يقول الصيام في حال الغفلة، جواب مرجوح. صيام رمضان لأنه فرض. لا، أنا أتكلم عن صيام النافلة. لا لا، أفضل الصيام، خذوا مني الجواب، أفضل صيام النوافل صيام نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أفضل حتى من صيام نبي الله داود، لأن الله لا يختار لنبينا إلا أفضل إيش؟ الأعمال وأفضل الأحوال. تصف عائشة رضي الله عنها أنه كان يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وأتم صيام شهر الله المحرم، وصام شعبان كله إلا قليلا، كما حثنا على صيام عرفة والست وعاشورا. فأفضل الصيام النافلة صيام نبينا صلى الله عليه وسلم، أما المحرم أن يصوم صوما للدهر كله، لا صام من صام الدهر، يقوله عليه الصلاة والسلام. نعود إلى حديثنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أحد السابقة وأحد العشرة رضي الله عنه. قال: نكون كما أمر الله. من هي فارس والروم؟ أقوى دولتين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فارس ومكانهم في الحيرة والمدائن اللي هي العراق الآن، وبلاد فارس. ما ديانة فارس؟ ديانتهم المجوسية، يعبدون النار. لماذا عبدوا النار؟ لأن تدفيهم في الشتاء. طيب في القيض؟ ها، لماذا عبدت المجوس النار؟ لأن النار مصدر للنور، وهم يعتقدون بأن للكون إلهين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق إيش؟ الشر. أما الروم، ما ديانتهم؟ الروم قبل قسطنطين كانت ديانتهم الوثنية، ولهذا ديانة الرومان والإغريق واليونان عبادة الأصنام. ثم تأثر بعض ملوك الروم باليهودية، وهم الذين حاولوا قتل من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت 103 بعد موت عيسى، فدان قسطنطين بديانة أمه، فإن قسطنطين الأب رأى امرأة في أمارة الرها جميلة
فخطبها من أبيها فزوجه إياها، فأنتجت له قسطنطين الإبن، فدان بالنصرانية، فصار الروم بعد قسطنطين على ديانة النصارى الأرثوذكس، وهي الكنيسة الشرقية. فإن النصارى انقسموا إلى فرق كثيرة، أشهرها ثلاث فرق: الأرثوذكس والكاثوليك، وفي القرن السادس عشر ومن بعده البروتستانت. إذا فتحت عليكم فارس والروم، أعظم دولتين في أحسن الأماكن، أنهار جارية وأنعام كثيرة وخيرات، يعني فتحت عليكم الدنيا، وقد فتحت في عهد عمر رضي الله عنه. أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف، وهو ممن فتح بلاد الروم، عبد الرحمن بن عوف ممن فتحها، قال: نكون كما أمر الله. ما الذي أمره الله يا ترى؟ أي نحمده ونشكره ونستعين بها على الطاعة. في بلدة في بلاد الشام، وبلاد الشام تشمل الآن خمس دول: فلسطين، الأردن، سيناء، سوريا، لبنان، بل إلى تخوم العراق في باديتها، صارت ست دول. في بلاد الشام بلدة تسمى عمواس، وهي في أرض فلسطين، أصاب الناس فيها طاعون في السنة الثامنة عشرة من الهجرة، طاعون عمواس، ومات فيه 36,000، من الصحابة وحدهم 6,000. وكان أمير المجاهدين في تلك البلاد عبد الرحمن بن عوف، وكان عمر رضي الله عنه يحبه ويظن به أن يموت، فكتب إليه أن اقدم علينا. لماذا؟ لعله أن ينجو من الطاعون. جاء الكتاب من عمر إلى عبد الرحمن بن عوف، فيه أن اقدم علينا. كتب عبد الرحمن بن عوف كتابا ردا على كتاب عمر، قيل قفاه، فقال: من عبد الرحمن بن عوف إلى أمير المؤمنين عمر: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وردنا كتابك تطلب فيه أن نقدم عليك فسمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها. وإذا نزل الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله. وش فهم عمر؟ فهم عمر أن عبد الرحمن لن يقدم، إذ لن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومات عبد الرحمن بن عوف في ذلك الطاعون، كما مات فيه جلة من الصحابة. ولهذا لما طعن المجوسي فيروز أبو لؤلؤة عمر، قال: لو كان عبد الرحمن بن عوف حيا لأوكلت إليه أمر الناس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة عبد الرحمن بن عوف. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني لا تجزم أنكم تكونون كما أمر الله، تشكرونه وتحمدونه على هذا الفتح، أو يكون منكم غير ذلك. هذا الذي خافه وخشيه علينا وعليهم عليه الصلاة والسلام. يا أخواني، الذي عنده سؤال يكتبه. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون، أي في هذه الدنيا التي فتحت عليكم، ما هو التنافس؟ في تحصيل الأكثر والأشرف والأسمى منها،
سواء مالا أو منصبا أو جاها، ثم تتحاسدون، لأن حب الدنيا يورث في القلب ماذا؟ حسد غيرك، فتتمنى أن تزول عنه النعمة التي أوليها. وهذا فرق بين الحسد وبين إيش؟ الغبطة. الحسد من كبائر الذنوب، والغبطة لا، الغبطة تكون مستحبة فيما يستحب فيه، وقد تكون محرمة. تغبط الرجال الذي عنده صاحبة وصديقة، هذه غبطة محرمة. أما الغبطة المندوبة فهي أن تتمنى نعمة أولاها الله على غيرك من غير أن تزول عنه، كما غبط موسى نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام أن من يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخل من أمة من؟ موسى. ثم تتحاسدون، أي الحسد المذموم. ثم تتدابرون، التدابر أي التباغض، فإنه إذا حسد غيره لقاه دبره وظهره كراهية له وغلا عليه وحسدا وحقدا عليه. ثم تتباغضون أو نحو ذلك، يعني أن هذه الدنيا انفتحت عليكم فكان من جرائها التنافس والتحاسد والتدابر والتباغض. أليست هذه الفتنة الآن فتنة عامة؟ نعم، هي من الفتن العامة، ولهذا خشي علينا صلى الله عليه وسلم الفتنة الحالقة، لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدين، فسئل عنها فقال: البغضاء في القلوب. ما سبب البغضاء؟ حسد، وقبلها تنافس، وبعده تدابر، تورث القلوب هذه البغضاء حتى لا يهنأ الحسود والمبغض بالماء يشربه، ولا بالطعام يأكله، ولا بالنوم يرقده. وهذه من الفتن العامة التي تزداد، ومن أسبابها انفتاح الدنيا. قال: ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين. المهاجرون هاجروا من مكة للمدينة، ثم هاجروا من بلدانهم، بلدان الكفر، إلى بلدان الإسلام. قال: فتضربون أو فتجعلون بعضهم على في رقاب بعض، أي لا ترون لهؤلاء المهاجرين الذين هم أفضل أتباع النبي، لا ترون لهم ميزة ولا قيمة ولا منزلة. وهذا وقع من الخوارج في جلة المهاجرين، في عثمان وفي علي وفي الصحابة رضي الله عنهم، كما وقع ذلك من الروافض في المهاجرين وفي الأنصار، فكفروهم بعدما سبوهم وشدموهم ولعنوهم إلا 4 أو 5. والعجيب أن علي رضي الله عنه اجتمع فيه الضدان، اجتمع فيه من يكفره حتى قتلوه، واجتمع فيه من غلا فيه حتى قدسوه وألهوه. ولهذا قال القحطاني في نونيته عن علي رضي الله عنه: وعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة، وتصيره الأخرى إلها ثاني. من هي الطائفة الأولى؟ الخوارج. قالوا: ليس هو بأمير المؤمنين. وتصيره الأخرى، أي الروافض، إلها ثاني. نعم. وله عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. كلما جاء ذكر الصحابي لا بد أن يترضى عنه، هذا من حقهم علينا، وأعظم من ذلك إذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيصلى ويسلم عليه، كتب ذلك أو لم يكتب. نعم، أحسن الله إليكم. وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار رضي الله عنهم بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أبا عبيدة رضي الله عنه قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: فتلهيكم كما ألهتهم. هذا الحديث فيه ما أشرت إليه من فقه الشيخ المصنف رحمه الله. أين فقهه في هذا الحديث؟ ها؟ ترتيب الأحاديث، رتب حديث أبي عبيدة على حديث من؟ ها؟ على حديث عبد الله بن عمرو، ففسر الحديث بالحديث الثاني. إذن حديث عبد الله بن عمرو معناه في فتح فارس والروم انفتاح الدنيا على الناس، وهذا فقه دقيق وفهم سديد من المؤلف، فأتى بالأحاديث التي في معنى واحد يفسر بعضها بعضا. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى البحرين. أين البحرين؟ اللي حضر الدرس العصر ما يجيب. ها ها، البحرين هي الأحساء، وتسمى قديما بهجر، كما قالوا: جالب الشيء إلى أهله كجالب التمر إلى هجر. بلاد تمر، كيف تجيب لها تمر؟ أما البحرين الجزيرة المعروفة في الخليج الآن فكانت تسمى دلم. أهل البحرين كان فيهم عرب وهم بنو عبد القيس، وكان فيهم مجوس، وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هجر على الجزية، وقال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، سنة أهل الكتاب بأخذ الجزية منهم. وهذا دليل للمحققين من العلماء أن الجزية تؤخذ من كل كافر ولو كان وثنيا إذا رضيها ولي الأمر وكان فيها مصلحة. المجوس وثنيون عباد نار، لكن قال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. لماذا؟ ما السبب؟ يعرفه من درس المقالات والملل، فإن أصل ديانة المجوسية كانت ديانة تسمى بالزرادشتية، وزرادشت هذا كانت تعاليمه قريبا من تعاليم الأنبياء، وقد نشأ في زمن درايشدشت أو بعده رجل يسمى ماني ابن فاتك، غير من تعاليم زرادشت. قالوا: وماني ابن فاتك هو الذي أظهر الثنوية في عبادة اعتقاد خالقين النور والظلمة، وألف كتاب سماه زنداماني. شو اسمه؟ زنداماني. فكان الزرادشتيون وهم أمة المجوس الأولى يسمون من غير دينهم بزنديق نسبة إلى زنداماني. دخل الإسلام تلك البلاد وترجموا مصطلحاتهم، منها لفظة الزنديق اسم لمن غير دينه باعتقاد كفري يخرجه عن دينه، فاستعمله الفقهاء في كتاب الحدود في باب أحكام المرتاد. صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل البحرين على الجزية، بعث إليهم أبا عبيدة يجلبها، فجاء بمال كثير، والصحابة أول نشأتهم نشأة فقر وحاجة. الأنصار رضي الله عنهم استوعبوا المهاجرين وقاسموهم أموالهم، ومع ذلك ليس عند الأنصار مال كثير. فلما قدم أبو عبيدة ببالي وجزية البحرين وتجمعت في المسجد ما بين طعام وذهب وفضة،
وافى الأنصار صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعد أماكنهم، على بعد أماكنهم وافوها مع النبي عليه الصلاة والسلام. تعال، ها وش يقول؟ تعال تعال، وافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة لا يشهدها من كان بعيدا، إنما يشهدها إيش؟ القريب. لماذا وافوا الفجر مع الرسول؟ أنتم معي ولا مع النظارة؟ وافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يصيبوا من هذه الجزية. يقول رضي الله عنه: فلما صلى صلى الله عليه وسلم انصرف، انصرافه من الصلاة هو السلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم عن يمينه وعن يساره استمر مستقبل القبلة حتى يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل المأمومين، أي يستدبر إيش؟ القبلة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعرضوا له، أو عرضوا له، تطايعوا بأعناقهم ليروه، ليراهم عليه الصلاة والسلام. فعندئذ لما تعرضوا له تبسم، لأنه عرف مغزى ذلك، أنهم وافوه الفجر وتعرضهم له، يطلبون أن ينفحهم من هذا المال ومن جزية أهل البحرين. فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال، وتبسمه عليه الصلاة والسلام تعليم كما أنه تأديب، وقد أكمل الله دله وعظم شمائله، فما من خلق كريم إلا فعله وقاله وترسمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أظنكم سمعتم، وهذا في الظن الغالب، ولم يجزم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لم يعلم ما في القلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب الذي خلقها وفطرها. قال: أظنكم، والظن يطلق على الظن الغالب كما يطلق على الظن غير الغالب. أظنكم سمعتم أبا عبيدة، أحسنت، أظنكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. انظروا إلى سموه عليه الصلاة والسلام، لم يخجلهم ولم يسبهم، قال: قدم بشيء، على جهة التقليل والتحقير، بشيء من البحرين. قالوا رضي الله عنهم: إيش؟ أجل يا رسول الله، فإنهم قوم صدق، ما عندهم مؤاربة، ما عندهم لف دوران، ما عندهم هنكي منكي. رضي الله عنهم قالوا: نعم، سمعنا بهذا ولهذا أتينا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأبشروا وأملوا، أبشروا أي ستصيبوا من هذا المال، وأملوا خيرا يعني أحسنوا الظن، وهذا هو المؤمل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الدنيا ما تسوى عنده شيء. يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا. تعرفون أحد؟ ها؟ جبل أين؟ في نيودلهي، صح؟ ها؟ في المدينة. وش لونه؟ ما لونه؟ ها؟ عز الله ما شفتوه. أنا أعرفه لأني نشأت حوله وأصعد عليه وأنا صغير. جبل أحمر، جبل أحمر يمتد من الشمال إلى شرق المدينة. لو أن لي مثل أحد ذهبا
ما تمنيت أن يمضي علي ثلاث ليالي ويبقى عندي منه شيء، ينفقه في المستحقين وفي الطالبين. جاءه أعرابي فطلبه فأعطاه، وطلبه فأعطاه، إلى أن قنع الأعرابي فقال لقومه بعدما رجع: جئتكم من عندي أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، أبشروا فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار، لو لم يحلف، وإنما حلفه تأكيد للأمر وتنويه بشأنه، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. هل الصحيح ما الفقر ولا ما الفقر ولماذا؟ هذا سؤال في النحو. ما الفقر أخشى عليكم أو ما الفقر أخشى عليكم؟ بالنصب، واحذروا النصب، احذروا أن تكونوا نصابين. بالنصب لأنه مفعول أخشى متقدم عليه، والله ما أخشى الفقر عليكم، هذا معناها. فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أي ما أخاف عليكم الفقر. ليه؟ لأن الفقر ليس فيه مشغلة ولا ملهات، بينما الغنى هو الذي فيه مطغاة وملهات. والفقر اخديدي مجواد، كما قاله الشاعر المشهور أحمدان الشويعر، اخديدي مجواد. ولهذا انظروا البيئة الفقيرة تجدهم أطوع لله وأقبل على العلم وحفظ القرآن، وفي مقابلها البيئة الغنية أقل من هذه الفضائل. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. والدنيا هنا اسم جنس للمال والرئاسة والمنصب، تبسط عليكم أي تنتشر بينكم، فإذا بسطت ماذا يكون من جراء ذلك؟ تتنافسوها، يحصل التنافس بين الناس في هذه الدنيا، في الأموال، في الأولاد، في النسوان، في الزرع، في الضرع، في الأرصدة، في الأسهم، وفي المناصب والوظائف. فتنافسوها، فتنافسوا فيها كما تنافسوا، كما تنافسوها أي من قبلنا مما بسطت عليهم الدنيا، فتهلككم كما أهلكتهم. أخذ العبرة بذلك مما وقع لمن قبلنا، ولا سيما الأمتين قبلنا، أمة موسى وأمة عيسى عليهما السلام، فإن الدنيا بسطت فيهم فأكلوا الحرام بعدما برروه وسوغوه وحللوه، وحرموا الحلال بعدما برروا لذلك وسوغوه واحتالوا على أمر الله. ما النتيجة؟ تنافسوا في هذه الدنيا فتباغضوا وتحاسدوا فأهلكتهم الدنيا. ولهذا ذكر في غير ما حديث أن فتنة من قبلنا في الدنيا وفي النساء، والنساء من الدنيا، فخشي علينا عليه الصلاة والسلام فتنة الدنيا وفتنة النساء، فهذه من الفتن العامة التي يتقيها المؤمن. ونعم المؤمن الذي دقق في ماله فلم يدخل عليه المال إلا من جهته الصحيحة. وأيضا إذا قلد وظيفة أو نصب منصبا راعى الله فيه وأدى الأمانة، وإلا كانت الدنيا وكان المنصب وكانت الوظيفة وبالا عليه والحالة هذه، والله أعلم. نعم. في الرواية الأخرى: فتلهيكم، لأن كثرة المال ملهات، وهي من الفتن من الهرج، تلهيه عن العبادة، يصلي ويبدأ يحسب الأرباح، يصلي وينظر الأسهم هي حمراء ولا خضراء، يصلي ويدري الناقة أو البقرة أو الغنمة أنتجت ولا ما أنتجت. ألهته ماذا؟ ألهته الدنيا عن صلاته وعن عبادته. أي نعم. ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم. ولهما لمن؟ للبخاري ومسلم، أي في الصحيحين، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد بن من؟
أنت أسامة بن زيد بن ثابت صح؟ صح؟ لا ما هو بثابت، أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب رضي الله عنه وعن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذه فتنة خاصة من وجه، عامة من وجه آخر، أما خصوصها من وجه فأضر ما يكون على الرجال النساء، وأضر ما يكون على النساء من؟ الرجال. فهذا خصوصيتها من هذا الوجه، وأما عمومها من وجه آخر فإن من فضائع فتن الدنيا فتنة المال وفتنة الشهوة، ولهذا فتنة النساء توقع في ماذا؟ في الكبائر والصغائر، من الصغائر المغازلة والمعاكسة بالهاتف، بالترقيم، بالرسالة، بالنظرة إلى القبلة، والكبائر إيش؟ بالوقوع في الزنا، الفعل القبيح. والزنا ليس مرتبة واحدة، الزنا مراتب. أعظم الزنا من يزاني بحليلة جاره، لما أمن الشارع الجار على جاره كان من زانى حليلة جاره أو بنته أو أخته كعشر زنيات. أعظم من هذا كمن يقع على ذات محرم، من وقع وزنى بذات محرم منه، كما اشتهر الآن للأسف عبر هذه الوسائط والصور والمقاطع في تسويغ زنا المحارم عياذا بالله. ولهذا عظم الشارع عقوبة من يزني بمحارمه. عقوبة الزنا وشي؟ ما حده في شرع الإسلام؟ إن كان الزاني محصنا فيرجم حتى الموت رجلا أو امرأة، إن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. أما من وقع على ذات محرم فحده في شرع الله أن يقتل، تفخيم للعقوبة لما لم يؤمن هذا الجانب. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، دل الحديث على أن النساء في حق الرجال فتنة كما أن الرجال في حق النساء فتنة، ولهذا أمر الله الرجال بماذا؟ بأن يغضوا البصر، وقل للمؤمنين يغضوا من أين؟ من لسانهم، من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا الحديث دليل على أن من فتن الدنيا فتن إيش؟ الشهوات. واعتبروا أيها الإخوة في ذلك الرجل المؤمن التقي الصالح الذي أطبق عليه الغار مع صاحبيه، فتوسل إلى الله بماذا؟ بعفته عن الزنا مع أحب الناس إليه. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين أطبق عليهم الغار، فلما انقطعت حيلتهم بأنفسهم وحيلتهم بالناس لم تنقطع حيلتهم بربهم، فقال بعضهم لبعض: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أعمال صالحة عملتموها لله. تأملوا ماذا قال الأول. قال هذا: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، بلغ حبها من قلبه شغافه، وإني دعوتها إلى نفسها فأبت لأنها تحت زوج غيره، وإنها احتاجت فجاءت إلي فقالت: ابن عم أعطني، فقلت: حتى تمكنيني من نفسك. ضغط عليها بضغط الحاجة فأبت وانصرفت حتى اشتدت حاجتها، أي دقها الفقر دقا. جاءت إليه فقالت: ابن عم أعطني، قال: نعم، على أن تمكنيني من نفسك. فأرغمت، فلما خلا بها
أعطاها 100 دينار من ذهب مبلغا عظيما، قال حتى إذا صار بين شعبها الأربع بين يديها ورجليها ما بقي إلا أن يقضي الوطر. رجل في عنفوان شبابه مع أحب الناس إلى قلبه في مكان لا يراه ما فيه أحد إلا الله، وله المنة عليها بماذا؟ بما أعطاها، وبين شعبها الأربع رأى منها ما يثير شهوته، لم يخف لا من عيب ولا من عار ولا من حقوق ولا من شرطة ولا من غيرها، إنما خوفته بالله، قالت له يا عبد الله اتقي إيش؟ شرطة الآداب ها؟ أو الهيئة، اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فاتق الله وخافه وخشيه وقام وتركها وما بيدها. هذا شاهد على هذه الفتنة التي هي فتنة بني إسرائيل، وهي في هذه الأمة أعظم افتتانا. الصور بأنواعها، تبرج النساء، عريهن، أمر الشارع للمرأة بالاحتشام والستر، وأمر ذلك من أوليائها، لماذا؟ إبعاد لهذه الشهوة عن أسبابها ومهيجاتها ودواعيها. نعم. ولمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، كيف تعملون؟ ألا فاتقوا الله واتقوا النساء. وله عن حذيفة رضي الله عنه. نعم. ولمسلم، أي روى مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، ما اسمه؟ سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار، وأبو سعيد هذه كنيته، وقد روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة. خضرة أي مريفة، وحلوة يستحليها الناس، ولهذا كثير من الناس، كل الناس مؤمنهم وكافرهم، ما عنده شك في الموت. هل هناك ملة من الملل تنكر الموت؟ الموت لا ينكره أحد، ولهذا العقيدة المستقر عليها عند جميع الخلق الموت. الربوبية منهم من يجاحد وينكرها، إلا الموت ما حد ينكره، ومع ذلك حلوة الدنيا وحلاوتها وخضرتها ترجئ الموت، حتى كأن الإنسان في الدنيا مخلد، يدل عليه واقع حاله. ومعنى قوله خضرة حلوة لأنها سريعة في الزوال والفناء. الخضر ما أسرع ما ينقلب إلى ماذا؟ إلى هشيم، اصفرار. والحلو ما أسرع ما يتغير طعمه إلى مرارة. وقوله نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.